نسبة مرتفعة لصوت الاغتراب. تقنية جديدة للفرز ستعتمد الأحد. سامي الجميل: مشهد اللبنانيين حول العالم يكبر القلب. بوتين: في يوم النصر لن نسمح للنازيين بأن ينتصروا. أهلا بكم في نشرة الأخبار من صوت لبنان. 60% بلغت نسبة الاقتراع اللبنانيين في العالم، رقم متقدم ورسالة اغترابية إلى الداخل تحث على الاقتراع لإحداث التغيير، الأمر الذي يجمع عليه غالبية اللبنانيين. الأحد المقبل سيكون الامتحان في اتجاهين: الاقتراع ومدى ملاقاته مع صوت الاغتراب والجهوزية التي تحظى بمتابعة داخلية ودولية وما يكتنفها من تحسب لالتفافات سلطوية تؤثر على المسار الانتخابي. في الخارجية، مؤتمر صحفي تم في خلاله إعلان نتائج انتخابات الخارج تابعته تيريز الخوري. بعد انتهاء انتخابات المغتربين في 48 دولة، أعلنت وزارة الخارجية عن نسب أولية لعملية الاقتراع وقالت إنها تخطت 60%. المدير العام للوزارة هانش ميطلي شدد على طريقة سير العملية الانتخابية بشفافية مطلقة. هلا هذا إنجاز، ونحن فعلا يعني بلشت ملامحه وظاهرة صارت عنا، حيستكمل طبعا، فينا نقول إنجاز نهائي لما نكون سلمنا هالصناديق للمصرف المركزي، هون بنكون انتهت مهامنا. بس هالإنجاز لمين نحن بنهديه؟ نحن بنهديه لوزارة الخارجية والمغتربين، وبنهديه كمؤسسة من مؤسسات الدولة، المؤسسة السيادية الأولى، وبنهديه لمؤسسات الدولة اللبنانية ككل، لأنه هيدي بتدل على أنه الأداء المميز تبع مؤسسات الدولة. مدير المغتربين هادي هاشم اعتبر بدوره أن اقتراع المغتربين كان نموذجاً يحتذى به. نحن مستمرين بهذا العمل خلال الأيام المقبلة لنستقبل كل الصناديق تأمين وصولها السالمي إلى الخزنة المركزية بمصرف لبنان. بالآخر بدي أشكر كل فريق العمل واحد واحد على هيدي النتيجة، وبتمنى التوفيق لوزارة الداخلية بيوم 15 أيار. نحن اليوم بنقول انه في عنا نسبة عامة بحوالي 60% بالعالم كله، هيدي نسبة كتير منيحة. مثل ما قلت لكم كانت اهدافنا اكتر، الحمد لله قدرنا نوصل لهالنسبة. مرة على مرة رح نكون بمشاركة اكتر وبتغطية اكبر لدول العالم كلها، ومنوعدكم أنه 2026 حنكون في نواب للمغتربين وفي مشاركة لل 128. إن شاء الله المجلس النواب بيلاقي فورمول تسمح اثنين يكون منتشرين ممثلين بنواب مباشرة ويكونوا مشاركين بالعملية الانتخابية. كما كانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن مخالفات بسيطة حلت في حينها. تيريز الخوري، صوت لبنان. وزير الداخلية بسام مولوي أعلن عن تقنية جديدة للفرز تعتمد تقنيات إلكترونية جديدة تستخدم للمرة الأولى يوم الأحد المقبل. تقرير مجدلي نعيد. قبيل أيام فتح صناديق الاقتراع، أجرى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي محاكاة لعملية الفرز الإلكتروني وأدخال النتائج في مراكز لجان القيد الابتدائية والعليا، وأعلن عن تقنية إلكترونية جديدة تستخدم للمرة الأولى للفرز في انتخابات الأحد. عم نعمل اللازم لحتى تكون النتيجة مضبوطة، مضمونة، شفافة وسريعة قدر الإمكان. نحن أكيد عنا كتير أصوات مغتربين، منتوقع أنه يكون الإقبال على الاقتراع كثيف، وإن شاء الله بمؤازرة ونشاط القضاة ورؤساء الأقلام والكتبة الموظفين اللي حيكونوا بأقلام القيد، وطبعا بجهد لجان القيد العليا، وأكيد حيتعبوا معنا المحافظين والأيام مأمين، نحن منقدر نطلع النتيجة
دقيقة شفافة بأسرع وقت ممكن. مولوي طمأن إلى أن أمن المواطنين أساسي ومحفوظ، كاشفان العمل على خطة أمنية في كل المناطق يوم الانتخاب، وطلب المعنيين بعدم التردد بالتواجد في أقلام الاقتراع لأن التعويض سيكون لائقا وكاش. الأوضاع والموظفين رح طمنهم طبعا كمان الأسلاك الأمنية والعسكرية أنه رح ياخذوا التعويض كاش وبنفس الأسبوع. هيدا موضوع نحن قدرنا نرتبه مع وزارة المالية بطريقة انه ما يفوت ما تاخد وقت الحوالي وما تفوت على البنك وما يضطروا انهم هن ما يقدروا انهم يسحبوها لانه مقيدة ببلافون معين او بوجود الكاش. نحن قدرنا نعمل الترتيبات اللازمة لحتى القضاة والموظفين بظرف ايام قليلة يعني ضمن نفس الاسبوع يقدروا يقبضوا تعويضاتهم كاش بالمطرح بالمكان يلي هن بيحددوه. وزير الداخلية اعتبر أن الإقبال كثيف من قبل المغتربين يعني وجود نية للمشاركة في بناء لبنان جديد ينهض من أزمته. مجدولين عيد، صوت لبنان. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل غرد كاتبا: مشهد اللبنانيين حول العالم يكبر القلب بحماس وإرادة استثنائية لصناعة لبنان جديد. تحية للمكينة الكتائبية ولكل مندوبين على جهد بكل دول العالم، وشكر من القلب لكل يلي أعطانا صوته أو دعمه، ومن عهدكم أن نكون دائما أمينين على ثقتكم. حذر لقاء سيدة الجبل من أي محاولة لتزوير إرادة الناس خلال نقل صناديق الاقتراع أو فرزها وإصدار النتائج، وأضاف أن من غدر لبنان لبناء مستقبل له ولعائلته قد تحرر من كل الضغوط التي يمارسها أهل السلطة وسلاطين المال على الناخب داخل لبنان. منتشرو أستراليا ودبي تحدوا العوائق التي وضعت وصوتوا بكثافة. التفاصيل مع جزفين بغصن. وصناديق الاقتراع بدأت تصل من كل بلدان العالم إلى مطار بيروت ومنه إلى مصرف لبنان لفرزها الأحد المقبل مع صناديق المقيمين. معظم الأقلام تعدت نسبة الاقتراع فيها 50%، وكان لافتا إقبال اللبنانيين الكثيف في دبي وتحديهم محاولات إضعاف صوتهم، حيث وقفوا طويلا ليقترعوا في ظل حرارة مرتفعة تخطت 40 درجة. كذلك في أستراليا، وحسب إبراهيم براك، المنتشرون تخطوا العوائق وسجلوا رقما كبيرا. ما في شك انه النسبة كتير منيحة، لانه النسبة وصلت ل 54.60 او شيء من هالنوع. بس ما تنسي انه اليوم لما صارت الانتخابات باستراليا صارت لوقت عيد الام، ويعتبر عيد الام من اهم الاعياد باستراليا، يعني نهار كتير صعب على كل العالم انه يتركوا عيالهم ويروحوا. يعني انا كتير مبسوط انه وصلنا لهالنسبة هايدي. بس ما تنسي كمان الاشكاليات يلي صارت قبل، يعني في كتير عالم كانوا عم يتلفنوا ويسألونا كل يوم ما بدنا ننتخب، يعني كيف هي الاشكالية. كيف إشكالية تانية هي عملية توزيع الأسماء، مع أنه في كتير أشخاص الرجال ومرته بنفس البيت وولاده بنفس البيت حطوا نفس الكود لما سجلوا الانتخابات وكل واحد راح مال، فيمكن تخفف شوية من العزيمة اللي نروحوا ينتخبوا. بس بالنتيجة أنه بعتقد 55% كتير منيحة، لأنه كمان في ناس ما قدرت انتخبت بسبب أنه ما أملت الباسبورات والأوراق اللي ضرورية أو الهوية أو الباسبور الجديد. براك أشار إلى أنه من أصل 20,500 تسجلوا في أستراليا، 9,500 يقترعون في دائرة الشمال الثالثة. بتصور أنه الأغلبية الساحة بدأت تروح للأحزاب التقليدية، يعني أكيد بميل لميلة التغييريين بالأحزاب يلي موجودة، يعني بتميل أكثر بالناحية الكتائب والقوات وميشيل معوض ومجد حرب. بتصور أنه هيك بتكون، بس أنه موزع على كل الأطراف. من الاغتراب إلى الداخل كل الأمل برياح التغيير الأحد المقبل. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان. والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفيرة الفرنسية أنغريو. نتابع النشرة وفيها بعد قليل. أزمة النازحين السوريين في بروكسل. عودة لمتابعة النشرة.
أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، ولذلك فإن الاتفاق النهائي سيرجع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وفي مقابلة مع قناة الغد شدد سلام على أن الاتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى. ملفات الجامعة اللبنانية عرضها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع وزير التربية عباس الحلبي، الذي أعلن أن خطوات عملية ستتخذ في الأيام القليلة المقبلة للنهوض بالجامعة وحل القضايا العالقة. وعرض عون أيضا مع وزير الاتصالات جوني القرم لواقع الاتصالات في ظل الظروف الصعبة في البلاد والحلول المقترحة لتطوير الخدمات الهاتفية والإنترنت. إلى بروكسل غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب لترأس وفد لبنان إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي سيعقد اليوم وغدا. وفي السياق، أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار في خلال مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة إلى أن لبنان يستضيف حاليا حوالي 1.5 مليون نازحا سوريا مقابل 4 ملايين لبناني، وحرص على وصف السوريين بالنازحين وليسوا باللاجئين، ويشكلون 30% من سكان البلد، حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، مضيفا لقد وصلوا إلى لبنان ووضعهم في غاية الهشاشة، وختم قائلا: واثقون بأننا سننجح في تطبيق الحلول التي تحترم كرامة النازح وكرامة الذي يستقبله وتصب في مصلحة العلاقات الصالحة بينهما. أقدم مجهولان يستقلان درجة نارية على إطلاق النار باتجاه امرأة في محلة حوش السيد علي شمال قضاء الهرمل، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وباشرت القوى الأمنية التحقيقات. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل. إيران تتهم واشنطن بتأخير فيينا. عودة لمتابعة النشرة، وننتقل لمعرفة ما هي مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا. صواريخ على أوديسا، وبوتين يتوجه لمن أسماهم بالنازيين: لن نسمح لكم بأن تنتصروا. جديد الحرب في هذا التقرير. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تسمح للنازيين بأن ينتصروا، وأن الجيش الروسي يقاتل في دونباس من أجل مستقبل روسيا، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بث الكراهية ضد الروس. وقال في احتفالات عيد النصر في الساحة الحمراء أن الغرب لم ينصت إلينا وكانت لديه خطط أخرى، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي أثار تهديدات على حدودنا. وزير الدفاع البريطاني لفت إلى أن بوتين والمحيطين به يجسدون الفاشية والطغيان اللذين سادا قبل 70 عاما. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رأى بدوره في حديث إلى الفاينانشال تايمز أنه على الاتحاد الأوروبي حجز الاحتياطات الروسية لإعادة أعمار أوكرانيا. هذا وقد أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت منطقة أوديسا الجنوبية ب4 صواريخ، بالوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء الأوكراني إلى عودة 700,000 لاجئ إلى البلاد. إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع البريطاني أن الجنرالات الروس يجب أن يخضعوا لمحاكمة عسكرية. وفي السياق، أكد المفاوض الروسي بدوره أن المفاوضات مع كييف لم تتوقف وهي تعقد عن بعد.
لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيسي للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، وقال إذا اتخذت واشنطن قرارها وردت على النقاط المتبقية يمكن التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة بالرغم من توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل. الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية. ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة التطويرية الأوروبية لكرة القدم، خسر منتخب لبنان تحت ال 15 سنة بنتيجة 3-1 أمام منتخب جورجيا. أما بالتنس، فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة مدريد الدولية لكرة المضرب للرجال الماسترز على الألماني ساشا زفيريف بنتيجة مجموعتين 6-3 و6-1. وضمن فعالية الجولة 33 من منافسات الدوري الألماني البوندسليغا، تعادل فريق بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 أمام فريق شتوتغارت. أما بالدوري الفرنسي، فاز أولمبيك مارسي على حساب لوريان بنتيجة 3-0. ومننتقل للدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة 35 تعادل فريق سيفيا مع فياريال بنتيجة 1-1. أما بالدوري الإيطالي، فاز فينيزيا على بولونيا بنتيجة 4-3. وضمن فعالية الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لبريمير ليج، فاز فريق أرسنال بنتيجة 2-1 أمام ليدز يونايتد على ملعب استاد الإمارات. ومن الصفحة الرياضية ننتقل إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم رح يكون غائم جزئياً، درجة الحرارة القصوى 24 درجة ورياح شمالية بسرعة بتتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 53%. بكرة الجو رح يكون مستقر والحرارة كمان بين 18 و24 درجة. الأربعاء الجو رح يكون غائم جزئيا والحرارة بين 17 و22 درجة. الخميس الجو رح يكون مشمس بصورة كلية مع استقرار بدرجات الحرارة على 22 أقصاها و17 أدناها. الجمعة الجو صافي بأغلب الأحيان مع ارتفاع بدرجات الحرارة على 24 أقصاها و21 أدناها. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.